حل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدروب كلها آمين. اليوم يا أحبائي الأحد الأول في شهر أبيب المبارك، ودايما الحد الأول من أبيب يجي متزامن مع عيد أبائنا الرسل القديسين، عشان كده دايما نلاقي هذا الفصل من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 10 اللي بيتكلم عن إرسال الرب يسوع المسيح للرسل السبعين. والحقيقة إن الرسل القديسين خدموا حسب النظام اللي وضعه ليهم السيد المسيح له كل المجد، وكانوا مثال قوي جدا للخدمة الناجحة، للخدمة النارية، خدمة قوية، الخدمة المثمرة. عشان كده يتقال عنهم ان هم فتنوا المسكونة. والحقيقة ان خدمتهم نجحت وخلت الإيمان بالمسيح ينتشر في العالم كله في وقت بسيط جدا. ولما نيجي نشوف الإمكانيات اللي كانت في إيديهم نلاقي إنها كانت إمكانيات من ناحية المادية بسيطة جدا جدا جدا، لكنها إمكانيات من الناحية الروحية إمكانيات قوية وجبارة. وبكده نجحت خدمتهم، يقول كده الكتاب إلى كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. والحقيقة سر نجاح خدمتهم وسر قوتهم الكبيرة دي بتيجي من بعض أمور يمكن ناخد حاجات بسيطة كده منها. أول حاجة إن هم في خدمتهم تميزوا بالتجرد، التجرد والترك. مرة كده معلمنا بطرس الرسول قال للسيد المسيح له المجد، قال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. وشفناها في أكثر من مرة إن السيد المسيح لما يدعو التلاميذ للخدمة والرسل، لما دعا لاوي مثلا يقول له، قال له كلمة واحدة، قال له إيه؟ قال له اتبعني. يقول الكتاب: ترك كل شيء وقام وتبعه. ترك كل شيء. إحنا مشكلتنا في تبعيتنا للمسيح إن إحنا مش قادرين نترك. البعض مننا يقول أنا عايز أتبع المسيح. طب تبعيتك للمسيح فيها تكلفة، فيها إن أنت لازم تترك بعض الأمور. وصدقوني الترك أهم ما يكون ترك لأمور مادية، هو بالأهم ترك لأمور الخطية. لازم تترك. مش هنقدر زي ما اتكلم السيد المسيح ان احنا نخدم سيدين، الله والعالم، الله والخطيه، الله والمال. ما ينفعش. فده اللي بيخلي تبعيتنا للسيد المسيح ما تبقاش ثابته، ما تبقاش مستمره، وما يبقاش ليها ثمر واضح ان احنا الحقيقه عايزين نخدم سيدين، عايزين نمشي ورا المسيح نفسنا عيننا كده مع المسيح، لكن في نفس الوقت العين التانيه في العالم، في الشهوات وفي الخطايا وفي الاموال، في المناصب، في العظمه بتاعه العالم. ويقول كده الكتاب المقدس ان كل ما في العالم، ايه في العالم؟ كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة.
عشان كده يوصينا ونسمعها كل ما نحضر قداس في قرايه الكاثوليكون: لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهوته معه. العالم يمضي، اما من يعمل اراده الله فهذا يثبت الى الابد. عشان كده السيد المسيح وهو بيرسل التلاميذ عايز يحط مبدا روحي قوي وواضح، عايز اقول لهم انتوا وانتوا رايحين تخدموا عايزين خدمتكم تنجح، يا ترى انتوا هتبقوا متكلين عليا ولا متكلين على اي امكانيات ماديه معاكم؟ انا عايزكم تبقوا متكلين عليا انا بس. ولذلك وصاهم وصايا قد تبدو غريبه شويه: لا تحملوا كيسا ولا مسودا ولا احذيه. ايه الحكايه يا رب؟ طب ما اللي يسافر ده ويلف العالم لازم يبقى معاه حاجه يعني تسنده. قال لا، اتكلوا عليا، سيبوا الكلام ده كله، لان لو خدمتهم نجحت هيظن ويظن العالم ان الخدمه نجحت بسبب ان معاهم امكانيات. لكن قال لهم كيس ده اللي بيبقى فيه الفلوس، ولا مزود، المزود اللي فيه اكل للطريق، واللي معاه حذاء خلاص ما ياخدش واحد تاني. طب لو الحذاء ده اتقطع هعمل ايه؟ طب ما حصلت مع ابونا ومعلمنا مرمرقس الرسول، وكان قطع الحذاء هو سبب في مدخل لان المسيحيه كلها تنتشر في مصر. انا هدبر، ربنا يدبر، ما تقلقش. حد يقول طيب ما احنا لازم يبقى عندنا برضه تدبير، يبقى عندنا حكمه، والحياه بتحتاج. ايوه، ده بالعكس الكتاب المقدس اللي يتكلم عن الرعاه كهنه والاساقفه نقول لما تختاروهم تختاروا الشخص اللي يكون قدر يدبر بيته حسنا. يبقى تدبير بيتك ده امر مهم مش خطيه. لكن هي الحقيقه المهم في الموضوع انت اتكالك على ايه؟ متكل على ربنا ولا على الامكانيات اللي معاك؟ بتشغل وقتك كله وفكرك واهتمامك بايه؟ بربنا اولا ولا بالاهتمامات الماديه الارضيه العالميه؟ ده المهم. سيد المسيح لما مره اتكلم وقال: ما اعصب دخول ذوي الاموال الى ملكوت السماوات. فالتلاميذ انزعجوا وقالوا له: يا رب اذا من يخلص؟ فوضح وصحح المفهوم واكده، قال لهم ايه؟ ما اعصر دخول المتكلين على المال الى ملكوت السماوات. ما اعصر دخول المتكلين على المال، الاتكال على ايه؟ ولذلك المسيح لما ارسل الرسل القديسين وبعدين رجعوا قال لهم: حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا سوق، هل اعوزكم شيء؟ قالوا له: ده مش بس ما اعوزناش شيء، يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قولوا لي مين يبقى معاه كل امكانيات العالم وكل اموال العالم وكل قوه العالم ويقدر يقول هذه الجملة: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك؟ قال لهم: انا عارف، لان انتوا نفذتوا اللي انا قلته. رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرد. ها انا اعطيكم السلطان ان تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ايه رأيكم لو الإنسان يختار معاه الإمكانيات والقوة العالمية والمادية ولا هذه القوة الروحية الجبارة؟ أبانا بطرس ويوحنا عند باب الهيكل الجميل لما المقعد بيطلب منهم حسنة عطية قالوا له: هنديك أي كم من المال، ما هو هيخلص منك.
لكن معلمنا بطرس قال له ايه؟ قال له ليس لنا ذهب ولا فضه. وهم فعلا كانوا ما حبتهمش حاجه، ليس لنا ذهب ولا فضه، ولكن الذي لي فاياه اعطيك. ايه اللي عندك دوت الدهوني لما انت بتقول ما حبتكش حاجه؟ قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فقام في الحال، وراجل كان مقعد بقاله 40 سنة. ما انت بتختار. قلنا مش هينفع نخدم سيدين، اتكالك وثباتك واملك على هذه الامور الماديه ولا على المسيح. وبعدين المسيح بقى لهم طب انتوا تركتوا، طب انا هقول لكم حاجه، لا تفكروا ان انتوا يعني بتتفضلوا عليا لما تركتوا. ليس احد ترك بيت او اخوه او اخوات او ابا او اما أو أو, او 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 الا ويحفظ 100 ضعف هنا في هذا الظهر وفي الظهر الاتي الحياه الابديه. اوعوا تفكروا ان انتوا هتبقوا يعني تتعبوا، لا، ده انا اللي هدبر كل امور حياتكم. معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته لتلميذه تيموثاوس الرساله الاولى صح 6 عدد 17 يقول ايه جميله قوي، خدوا بالكم منها. بولس بيقول لتيموثاوس اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا. يبقى ما قالوش ما يبقوش اغنياء، قالوا لا يستكبروا. تكبر الاعتماد على الامكانيات بتاعه الانسان، الانسان يبقى فاكر نفسه مش محتاج حاجه ولا محتاج لربنا حد. يقول له اوصيهم ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينيه الغنى. يبقى هنا الموضوع لا يلقوا رجاءهم على غير يقينيه الغنى. اوعى تتكل على الغنى. لا يلقوا رجاءهم على عدم او غير يقينيه الغنى. الغنى ده مش يقيني، مش مؤكد، مش هيدوم. العالم يمضي وشهواته زي ما قلنا، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. لما تتكل على الله يمنحنا كل شيء بغنى تفيد للايه؟ للتمتع. بس يبقى تمتع في مخافة الله وحسب مشيئة ايه؟ مشيئة الله. يبقى اذا اول سبب كان ادى قوة وثمر ونجاح وعظمة ودوام واستمرار لخدمة أبائنا الرسل القديسين هو الترك والتجرد والاتكال على الله قبل ما يبقى فيه اتكال على أي أمور أخرى. النقطة الثانية اللي اتسم بيها خدمة أبائنا الرسل القديسين وكانت سر نجاحهم وقوتهم هي البساطة. يقول كده الكتاب في سفر الأعمال عنهم، كانوا يكسرون الخبز بابتهاج وبساطة قلب. بابتهاج وبساطة قلب، بساطة. سيد المسيح في البساطة يعلمنا درس مهم وعلمه لتلاميذه نفسهم. لما جه وأقام طفل أو ولد صغير في وسطهم وقال لهم إيه؟ إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد أو الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. لن تدخلوا ملكوت السماوات. دهنا هذا الدرس، البساطة، الثقة في ربنا، الإيمان بيه، الاتكال عليه، الثبات في وصاياه وتعاليمه، عدم الشك في قدرة الله أن يعلنا وأن يحفظنا وأن يحمينا. يقول ابتهاج وبساطة قلب. طب لو فقدنا هذه البساطة أو بساطة القلب دي هيحصل إيه؟ هنفقد الابتهاج، مش هيبقى فيه ابتهاج.
سر الابتهاج والفرح، رغم خلي بالكم ابتهاج يعني مبسوطين قوي وهم بيخدموا، مع انهم كانوا في ضيق وكانوا بيتسجنوا وكانوا بيتجلدوا وكانوا بيتعذبوا ومعظمهم ماتوا شهداء. طب في وسط كل ده في ابتهاج؟ اه في ابتهاج، لان هم بيلقوا رجاءهم على الله الحي، الله الموجود في الدهر ده وفي الحياه الايه؟ وفي الحياه الابديه. طبعا البساطه دي مطلوبه مننا في كل امور حياتنا وفي كل تصرفاتنا. والبساطه مرتبطه بعدم الاتكال على المال وعلى الغنى، مرتبطين ببعض، مرتبطه بالتجرد وبالترك اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. ارتباط يعني قوي. تعالوا كده معلش خلونا عمليين شوية، بقاش برضو كلامنا وعظ وخلاص، كل واحد يفكر حياته ماشية ازاي. انت عايش ببساطة في طريقة لبسك، في طريقة أكلك، طريقة صرفك، طريقة مقتنياتك، طريقة اهتماماتك، في أي نوع من البساطة؟ ساعات ناس يبقى عندهم حب الاقتناء، عمالين نشتري نشتري نشتري. ممكن مثلا شخص، أنا بدي أي مثل يعني، شخص يبقى عنده مثلا، أنا آسف في التشبيه يعني، 10 جوز شوز جزمة، 10 15 سواء رجال او سيدات، ويلبس حاجه مره ويقوم يرجلها ويقعد يجيب غيرها، ويقعد كل ما يعجبه شكل يجيبه. طب ما انت مش بتستخدم ده كله، ايه لازمته؟ ايه لازمته؟ هي فلوس مركونه في الارض، مركونه في هيئه شوز، مش كده؟ مركونه في شكل فستان، بدل الفستان عندي 20 30 فستان، الدولاب مش مكفي، وبعدين بشتري واحطه جنبهم. وفي ناس مش لاقيه هدوء تستر بيها نفسها، مش كده؟ البذخ في الحياه ضد مبدا البساطه. وعلى فكرة اللي بيعيش بهذه الطريقة عمره ما بيبقى عنده فرح أو ابتهاج، كل ما تجيب كل ما تبقى عايز تجيب تاني، كل ما تقتني مش مكتفي عايز تقتني أكتر. مفيش إيه؟ ابتهاج وبساطة إيه؟ بساطة قلب. نعيش ببساطة شوية، نعيش بطريقة عملية شوية، نهتم الوقت اللي بنضيعه في هذه الامور كلها، نشوف روحياتنا، نشوف صلواتنا، نشوف قراءاتنا، نشوف كتابنا المقدس، نشوف عمل الخير والمحبه اللي المفروض نعمله، نشوف مساعده الناس. في ناس يقضوا وقت كبير يزوروا مستشفيات، يزوروا السجون، يزوروا المحتاجين، يقدموا للناس عطاء ومحبة في الخفاء. صدقوني اللي بيعمل كده ده عنده كل الفرح وكل الابتهاج، لكن اللي مشغول بنفسه تمركز حول ذاته، أكله شربه لبسه مقتنياته، عايز أجيب ذهب عايز أجيب كذا، كل ما واحدة تشوف واحدة تانية لابسة إيه في السنة ده حلو قوي، أنا عايز أشوف ده منين ومين زيي. أمور بتخلينا نبعد عن البساطة وننغرس وننغمس في أمور العالم وننشغل بيها، وبالتالي انشغالنا بخلاص نفوسنا بروحياتنا يضيع ويتوه في السكة في النص. كان عندهم تجرد وترك، كان عندهم البساطة، كان عندهم التعب، الاستعداد للتعب. على فكرة الحب يساوي تعب. بتحب ربنا؟ ده سؤال كلنا هنقول اه. لا قبل ما تقول اه اسأل نفسك، بتتعب من قلبه؟
لو مش بتتعب من اجله يبقى الحب ده ضعيف او في شك شويه. حتى التعب في الجهاد ممكن خطير. ساعات بيبقى مش مطلوب، مش عايزين نتعب. عايزين نلبي كل رغبات الجسد. محبة المسيح لينا كانت أكبر مثل. المسيح لما يقول هكذا أحب الله العالم، طب لما أحب حتى بذل في تعب، في بذل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لازم نتعب في حياتنا الروحية، لازم نتعب في خدمة إيه؟ خدمة ربنا. التعب ده يكلل بالإيه؟ بالفرح وبالابتهاج. يقول كده المزمور: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. اوعى تفكر انك هتفرح من غير ما تتعب. لازم ايه؟ تتعب. والكتاب قاعد يدي امثله وهو ذا الفلاح يسهر ويتعب ويغرس وبعدين يفرح في يوم الايه؟ يفرح في يوم الحصاد. الطلبه اللي بيمتحنوا اليومين دول اللي تعب 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 يفرح يوم الامتحان ويوم النتيجه، مش كده ولا ايه؟ فده مبدا. الحب لازم له من تعب، والنجاح والثمر لازم له ايضا من ايه؟ لازم له من تعب. تتعب من اجل ربنا، تتعب من اجل الاخرين، ولا كل مجهودك رايح لنفسك؟ ده مهم جدا هذا الامر. دايما في الاخوات مثلا بيتعب مع اخواته يلاقيه فرحان اكتر واحد وخد بركه اكتر واحد. اللي يتعب مع اولاده، ولاد لما يتعبوا مع ابائهم وامهاتهم لما يكبروا، كل دي امور لازم بالتعب ننال الايه؟ ننال الفرح. ابائنا الرسل القديسين طبعا مليانين من السمات الجميله الروحيه اللي احنا محتاجين بقى نتعلم منهم ونبتدي ناخد ولو حاجه ونعيشها ونطبقها في حياتنا. ربنا يكون معاكم ويبارككم ويحفظكم لالهنا المجد الدائم من الان والى الابد امين.